الحمد لله سي فراي وراه هذا الشيء تيصبرنا بعد شويه الحمد لله ملي كاين هكاك تتشاهد ان راه المشكل ماشي ديالي انا خاصه دوله ولا مشكل ديال الراي العام وهذاك الور حنا الحمد لله تقول الحمد لله بعدا راه خضعنا فيه راه ما ضعناش فيه اذا كانت الاخيره اخيره احسن لي من الدنيا مرحبا حنا لا مرد لقضاء الله تنشكركم بزاف ان لعب دور كبير وتنشكركم تنشكروا العداله تاع هي ونشكروا رجال الامن اللي داروا تما شغلهم الحمد لله والشكر لله حنا بغينا ناخذ ياخذ الجزاء ديالو باش ما يتعداش على واحد اخر مره اخرى و ما عندهم ما غاديش يرد ليا الولد ديالي ولكن الحمد لله كان نرتاح شويه بعدا كان نوع من الارتياح وهذا من فضل ربي انا ما عنديش احسن من العداله ما قارش العداله تاخذ راجل وحنا عندنا ثقه في العداله الحمد لله عندنا ثقه في العداله تنشكرهم بزاف وصافي بليزير من تنشوف بحال هكا تيشادوا فيه بحال هكا اسداء والحمد لله على كل حال راه داك الشيء اللي تا المجهود اللي بذلناه مع داك الشيء ما مشى السودا خويا راك سمعت كما سمعت حنا مع تاتمنى قال لك راه في يدير شي جريمه الور هذا المره الاولى حنا ما نكذبش عليك ما تقبلناش علاش ان وليت يبان لنا انه فوق القانون ولكن الحمد لله منين تنشوف هذا الشيء باقي الخير في هذه البلاد انا لحد الان انا هو عنده 23 وجيس كمان انا والله ما نقول لكم حتى صوتو كيداير واحد الحياه فيه واحد اش نقول لك يجي عندي للدار وقدام الاخ ديالي وداك الشيء هذاك الانسان انا كيبان لي انا مشى ان باس بلونش ما عندوش يتم في الحياه علاش دي شي دري من 3 سنين حتى ل 80 عام راه كتلقى هذاك من 3 سنين كيفكر بحال 30 عام كلهم كيقولوا بدر راه الجنازه ديالو اللي مشات راه كتبين على كل شيء لا اله الا الله واش نقول لك انا ماشي فاجعه صاعقه اش نقول لك لي كاليفيكاتيف غادي يكونوا كثار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي انا جيت كما تنو مازال ما جاريف با ملي كنجلس هذيك 30 ثانيه ولا 40 ثانيه كتبان لي ليماج ديالو حدايا انا وكنقول لا ما ماتش باقي الان كتجيني هذيك اشاك فوا كنقول بانه ما ماتش حتى كنرجع كيوقع لي هذاك واحد ليت موتيف كنبقى نشوف مره كيبان لي ها هو هنا هو هنا ولكن المشكل ديما مطروح كيبقى غادي يبقى ديما مطروح عندي ماذا سي ان اقول المغرب هذا المغرب كاين واحد الامن الاجتماعي خصو يكون عندنا الامن الغذائي عندنا الامن اللي حاضينا كاين واحد الامن الاجتماعي خصو يكون سي فري بانه حنا غاديين في المسار الدول العظيم وغادي مزيان فضل صاحب الجلاله غادي في المسار مزيان ولكن قلنا اوبليي واحد المسار هو انه الفو فوار لي جون الفو فوار لا مونتاليتي دي جون الناس خصهم شويه الاحترام وشويه النظافه وشويه الامن الانسان دابا حتى اللي بغى يخرج شي بلاصه غادي يولي يخاف اللي بغى يمشي لعين دياب دابا يقول انا بكري كنا كنمشيو مع وليداتنا لعين دياب كنبقاو حتى لوحده الليل وجوج الليل نتعشاو تما ونديرو كل شيء ودابا شكون غادي يمشي لعين دياب عندي ما نقسمش عليه باركين على قدو في ماكدونالد شركة كدا شنا هي باركين خصو يكون سيكوريزي كون كان سيكوريزي ما غادي يكون راسي اش فيها كون حطوا واحد سيكوريتي عنده كلب تما يحطوه تما يكون هو موا لا كان شي حاجه يحاول يقادها هذا المسائل اللي خصها تكون لي كاميرا خصهم يكونوا موجود لا ملي كتمشي لي بي ازياتيك راه كتلقى هاد المسائل الناس عايشين واحد يمكن الفقر ولكن كاين الامن الاجتماعي كتمشي لاسيا كتلقى واحد الناس اللي قطع الشنط يعرفوا كيفاش يقطعوا ولا عارف ها هو عنده ميم با يمكن نغيف ميم با اغوندير لو مو ورغم هذاك الشيء كتلقاه مأدب ما تلقاه مأدب في الكلام في التعامل مع الناس في وهذا الانسان اللي عنده ماتراك بوني امريكان وعنده ماتراك الكتريك هذا راه السلاح هذا الشيء راه محضور عندنا في المغرب